محليا بدأت مراكز الكبد على مستوى الجمهورية اليوم استقبال مرضى فيروس سي الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم تمهيدا للحصول على عقار سوفالدي الجديد. وبلغ عدد من سجلوا بياناتهم نحو 200 ألف مريض منذ فتح باب التسجيل الخميس الماضي وحتى يوم أمس. جاي عشان عندي فيروس سي، بس انا ما اتعالجتش منه بقالي 8 سنين لان ما عنديش فلوس اتعالج منه. كشفت مره واحده عند دكتور وقال لي تابع معايا، ما عنديش فلوس. فقدمت في لما قالوا في علاج جديد نازل، رحت مقدمه في النت وجالي الرد ان انا اجي هنا. جاي عشان ربنا كرمنا بالعقار الجديد ده ان هو يبتدي يحضروه، فبنعمل عملنا تحاليل اللي هي مطلوبه ومستنيين ان شاء الله نكشف بقى. هو النهارده كان اول يوم يشرفنا المرضى اللي عندهم فيروس سي اللي هم راغبين في العلاج بعقار سوفالدي. المرضى كلهم خدوا معاد يجوا النهارده عن طريق شبكه الانترنت، كلكم تعلموا عملنا شبكه انترنت من حوالي اسبوع، وحتى الان في 257 الف مريض دخل على الشبكه. كل ما بيخش على الشبكه خلال 24 ساعه بيجي له رساله تتوجه الى اي فرع، عندنا 26 فرع مستوى الجمهوريه، ويوم الفحص والساعه كمان. فدول اول دفعه جنة، 600 مريض جنة النهارده. واحنا طبعا في زحام شديد لان احنا كل مريض للاسف جايب معاه اربع خمس انفار، ولكن الحمد لله الامور ماشيه كويس. واحنا المريض عملنا مكان انتظار مخصوص ليهم، وبنتوجه كل فوق منهم على العيادات. عندنا 20 عياده للعلاج الفيروس سي، ومريض طبيب بيفحص كل مريض يتاكد ان فحوصاته كامله، واما يتاكد انها كامله بيشوف هل هو يخضع للقواعد للعلاج ولا لا.